كمل على الرينج سيتي. اي اي دحين بس خليني انت قصدك التس بلاتو، خليني بس احتاج اجيب القطعه من هنا عشان اقدر ادخل له. رادان نرجع الرادان برضو ما عليك. ابغى اقتل كم بوس كذا عشوائي عشان اجيب سلاح ملكيث، ابغى اجيب سلاح ملكيث اطوره واستخدمه. هتسوي بسالفه الكاميرا؟ والله شفت ايش اسوي، قول لي انت. ما عندي ترى مرة غالي اني شوف تصليح ماني قادر اصلحها. القطعة ما هي موجودة وحرفيا 3000 ريال يمكن عشان، ويمكن شهر عشان اجيب القطعة ولين اوديها الرجال ويمكن يعرف يصلحها يمكن لا، ممكن تجيني قطعة اصلا ما هي اصلية فاهم، فما حد فعل المبالغ دي والله معليش يعني ما. طيب خلوني ارجع المبدأ اللي قلت لكم عليه، فاستحملوني بالكاميرا دي خلاص كويسة ما هي مقصرة مضايقتكم. جوالي ما حيستحمل ترى، انا عارف جوالي حيخرب لو كملت كمان استخدمه كذا. ما كنت مركب عليه عدسة كيف يعني؟ هي عليها عدسة كاميرا DSLR كاميرا سوني يعني كاميرا التصوير هي فاهم؟ فتيجي معاه عدسة عادية يعني حقها اللي تيجي معاه الأساسية، ماني مركب شيء خاص فاهم؟ يوم شفت كاميرا تكلمت عنها أمس عند يوتيوبر والله ممتازة جودتها مرة حلوة الأومني بوكيت. أتمنى والله لو دحين هذا يقتلني الكريه هذا. كان نضربه أروان 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 كأنه وحش عادي لين ما يموت. إيزي عادي إثير أيوه حرفيا ينزلوا كلهم أي بس أكتر ينزل لي ميداليان. يلا باقي 7. يا عيون نيتشان تعرف يا نواف ثقافة تصليح الحاجات ما صارت زي زمان، زمان تخرب لك الحاجة تروح تصلحها بالرخيص، الحين ما صار في ناس يصلحوا أصلا خلاص صاروا كل شيء كذا يعملوا لك هو مدري كيف، بالذات الجوالات والكاميرات والحاجات دي اللي لو ما اتفتحت في الشركة حرفيا تنعطب. ما عليك بالكاميرا اهتم بحاجاتك اشياء، انا اهم شيء انتم مبسوطين، لو انتم راضين خلاص عادي، لو متضايقين اوقف بثوث فترة ما عندي مشكلة. نشتغل مقاطع فيديو عاد وخلاص شوف كيف ادبرها، عشان الكاميرا زي كذا لما استخدمها ككاميرا البثوث تكون جودتها كذا، بس لو استخدمتها تصوير فيديوهات يكون احسن مرة بكثير. ترى انا الحمد لله مبسوط، انا عندي قعدتي معاكم دي اهم صراحة، بس احب يعني كيف اقول لكم أكون مقدم لكم شيء نظيف محتوى نظيف فاهم كيف؟ ما لقيت أحد يصلحه، لقيت أحد يصلح ما عنده القطعة، القطعة ما هي موجودة عندنا في جدة على الأقل، دورت في المحلات اللي عندنا وما في. العملاق المهاجم. يلا يلا بس. طيح طيح. يا ابني طيح 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 وجع في شكلك. عبيط. ايش يعني كاتاكومز بالعربي؟ خندق؟ لا مو خندق، ايش دهليز؟ دهليز؟ لا مو دهليز برضو، في كده كلمة قريبة للحاجات دي. دهليز؟ ممكن حيث دهليز تنفع. تحت الكنيسة؟ اي اي هنا دحين اطلع فوق واروح له. يلا اي يلا اي ابو سفينة ترى لما اقول لكم يلا اي يلا اي هذا ابو سفينة لو تعرفه. سرداب. سرداب المخوزق. تروحوا تروحوا المكان كده اسمه كده. ما يطمن الوضع انك تروح المكان اسمه سرداب المخوزق. لن يحدث شيء طيب بالسراديب بالدوائر الحجرية. نفسي كمان لسه اشوف ايش البوس اللي حطوه هنا. الو ليش في بونفاير فوق؟ هو اشوفه. ايش هذا؟ كيف اطلع له؟ شايفين اللي شايفه انا صح؟ ما هو حاط هوا ولا شيء. اجل مسوي سيكرت تحدي. استنى استنى يا عيونه نيتشن دقيقة يا عيونه نيتشن بحاول أفهم كيف ممكن أطلع لها أنا. هذا شيء قابل للتسلق هذا المبنى، ممكن أطلع فوق شجرة بعدين فوق الشجرة أو أستخدم مثلا ووتر فلو دانس والحاجات هذه صح من الهواء تحت. مستحيل ما يوصل فوقنا الهواء أصلاً في الناحية الثانية يا نواف مو هنا. أتوقع ممكن كذا من هنا على الشجرة. شايف ما في هواء. أجيها بعدين تطلع بسيف ميلينيا. حسيت برضو أنا كمان إنه ممكن سيف ميلينيا. ميلينيا بليد أوف مقيلة. And I have never known defeat. البتاعة يودد. أيوة اللي تقتلوني. أيوة شايلها اليومين دي بس كده محتاج التركيز عندي نازل مرة. والنظر ضعيف وكل شيء كده حصل لي دي بفتر نزل لي نيرف محتاج استرجع قواي العقلية.
غير كذا رمضان جاي حلعب مود مرة يشلني، ف لين وقتها احتاج اروق شوية يكون بالي طويل، احتاج طولة البال. حلعب السندت في رمضان حق دارك سولز 3 و 2 يمكن كلهم الاثنين، بقتلهم بس عشان ما احبهم لو الوقت كفى الاثنين. يا نواف قاتل ملانيا، اي 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 حلعب ملانيا، بصد حق الوتر فلو دانس، بشوف ينصد ولا لا، بصد سكره. جوالي معلق اليوم فيه شيء، شايفين؟ لعل وعسى في برامج لازم اطفيها. شوفوا علقت انا، خليني اشوفه دقيقه. رجع رجع يا اخي، مشكله والله استتر هذا اللي شغال، بس عاد اللي موجود قلت لكم جوالي ما حيستحمل انا هذه الجوالات الصينيه كذا يا اخي. علق مع الحركه الزايده تتوقع؟ مو كذا، ما له دخل بالحركه، شايف هو بس كذا بكيفه. يا عيون نيتشن، صدقوا هنا في نيال وفي البستان الاثنين اللي سوا، يعني مليان هنا بسات نظاره معاه، وفي دراجون وفي نايت كافيلري، مليان بسات. وينو عمنا نيال؟ هنا ايوه. شافني شافني شاف، ما كان قصدي ما كان قصدي. اجرب اضربه بذي، ممكن تطلع تضرب كثير. الله لا شيء، لا تضرب رجلك يا اخي، لا تحقر. جايب ناس مره كثير اللي هو دائما كذا، اداهم بف. يب اداهم بف الديفنس. تعال، هو ثقيل ضربه بعد صح؟ كارلت روت ما اعرف ليه توقعت حيكمل ضربه مره قويه. لا مو عارف يضربني عشان ضربي كله ينزلني تحته، كل واحد اغبى من الثاني، ما حد عارف يضرب الثاني. والله يضرب يلا يلا. بس البطء اللي فيه هو مره كويس، اقدر اصد ضربه واضربه واصد ضربه واضربه زي كذا ورا بعض. ممكن اضربه هنا، الناموسه قهراني مره. والله الناموسه اصعب منه يمكن. طيب انا حشرب واخش عليه وخلاص، انه حيزيد هجومه من الحين، انا اقتله خلاص، خلص نفسي وخلص اموري. الناموسه ايه والله، الناموسه قاعد براحتها. يا رب لصيدك دحين، تعالي تعالي عندي عندي. ها انا كمان، ها راوغي 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 تاني. والله ناموسه كبيره صح، زي الناموس حق جده كذا، يجيك يمص دمك ينشفك يا ولد كذا. ايرو يجي تسوي لك كذا، عنده ضروس. الناموس عندنا ما صار كذا زي زمان، يقرص كذا عنده ابره كذا يدخلها لك كذا، تعير كذا مره صاير ناموس كذا معفن يا برو ماكسي. عندك استدعاء؟ ما بستخدم شيء دينه، جالس بس استخدم الباري هذا اللي كانه باري اكسكيرو ديفليكت، يسوي بليد يسوي. والله هنا في وحده قرصتني هنا، ما اعرف لو اوريكم هنا مو واضح مع الكاميرا، بس كذا سابت لي علامه كذا ثلاثة نقاط كذا، تعرف كيف؟ اتوقع الديباف كذا ضعف نظري من بعد ما قرصتني، تعرف وزياده ضعف صار ما اشوف. احس كذا في ضباب في النظاره، تعرفوا
بس تنزل هذا البث يوتيوب. اي اي حنزله طبعا في قناة البثوث، حتلاقيه كامل في القناة حقي، حتلاقيني منزل اللي هي الفيديوهات الايديتد زي ما تشوفوها دائما يعني. ايوه ايوه هاتي واحدة. مو كذا مو كذا، والله ضربتني جلدتني. مشكلة يضرب من بعيد عيال الكلب. انا حضرب كذا. شوفوا في عندي حركة حلوة كمان، اني اسوي اني ما انضرب هذه، واجلس اجلدهم الى ان يموت واحد فيهم على الاقل. القمي بس كده قتلنا، نختلي بالثاني. شد بايزي. ما اقدر انقص له البوستر بالضربة حق ذي صح؟ طيب يلا يلا بس. هنا يتستن وهنا يموت. المفروض نزلوا لي اثنين من العملة اللي ابغاها، عشان هم اثنين مرة ايزي. نزلوا لي واحدة برضو، ما يستحون. اي اي اسمك حيكون موجود. اه يا ربي. شراين اوف مانا، ايه شراين اوف امانة. شراين الجداويين. دراجون دوغما برمضان، اه اكيد ايوه ايوه. في حاجات كثيرة نسويها والله تصدق. وشكله في رمضان حيكون دراجون دوغما أكثر من أي شيء تاني. خلي الوقت ليل عشان ديث بيرد والنايت كافيلر اللي هنا. في ديث بيرد صح، مع أنه ديث بيرد مرة كريه ما بتضارب معه، بس يلا يلا. هذاك الديث بيرد، وين كافيلري؟ والله جاي من بعيد. تعال 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 حياك. أنا أصلا من أول أبغى. ليش ما نقصت من حقته لهذا؟ لا تقول لي هذا اقوى من البقيه، او اللي هو عشان فوق الحصان صح، لازم اقتل الحصان. ممكن توقف مكانك، فرط حركه حرفيا. تبي يعمل ديلي؟ ضربت الفلاسك الغلط. اضرب اضرب. هذا حصانك. بلا طيح. انا عارف اتفاهم معك. مين انت مين؟ شوف الغبي الثاني اللي جاء. هيا بالله شوف. طلع طلع حصان. ما شاء الله تبارك الله. اثروا فيا. سوالي حبة قذر. ايش شد سلاحي ولا ايش؟ هذا تجنن هذا. الو وين الصد حقي؟ ضربوا لي السالفة كلها. ينفع تموت انت؟ والله حرفيا. حيوان هذا الكريه. بس واحد صغير، شوفوا كيف ازم لي الفايت. تعال انت. ما اتفاهم معك. والله قهرني. شوف في الاخير ما نزل القطع اللي ابغاها كمان. بويزن موث فلايت. ايش هذا طير؟ إيه لا تثقب احد. اليابانيين شوفوا، اليابانيين دائما دماغهم ككه كذا، تعرف تفكيرهم عبيط يعني. انتبهوا يعني. شوفوا كوجيما، فاهمين كيف؟ من ميتل جير للعبه توصيل الطلبات هذيك. اي اللي جالس يحاول باستماته يسميها دي اس، مو عارف دي اس. في دي اس سمي دار يعني دي اس، يقول لك ديث ستراندنج، فاهم كيف؟ في دارك سولز. شكله غيران من ميازاكي.
دائما اصحاب الوجيه الطويله يغارون من اصحاب الوجيه المدوره. عادي تسلم على اليوتيوب عادي يا مشعل، قناتك مستر كات وينه؟ عنده جامعة كده. شوف انت اليوم اللي انت تكون فيه اجازه وكل البشريه في اجازه، اعرف انه مستر كات ما هو اجازه. هاي يوتيوب جاي الكلام فوق يا اخي. شوف شوف تبغى تشوفه يعني قديش الموضوع سعيد. شكرا على الفولو. يعني شوف دراجون التنين دقمه، طيب نزلوا لعبه اونلاين خلوها في اليابان بس، مع انه اللعبه حرفيا كانت ناجحه في اوروبا مو في اليابان. فتعرف ايش صار في اللعبه الاونلاين؟ نزلوها دفعوا فيها فلوس الزمن كله اللي كده قاعدوا 12 سنه مو عارفين ينزلوا لعبه بسبب المصاريف اللي صرفوها وفشلت في المجتمع الياباني عندهم. تعال تعال نضارب معك، ليش لا؟ انطفشت من كثر ما انضربت معهم بس ما حقول لا. بام 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 عادي نضرب بعض يا قلبي، نضارب كالرجال ما عندي اي مشكله. الا 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 عندي مشكله. دقيقه دقيقه روح. لا تشوت لا تشوت لا تشوت. هاي 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 ما بقي شيء. وجيب السلاح اللي يوريك شغلك. بام 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 ارون بس كافيه يا اخي. لازم يسوي مود تلعب بسكر وهنا بس تلعب بيه هو نفسه، تسوي ميكري كاونتر وكل شيء. يعني ما اعرف كيف حيظبطوا موضوع الميكري كاونتر والحاجات دي، ستوقع في امكانيه عشان نفس الانجن. يلا بقي له شويه. يلا يا ابويا انزل انزل ويزي. نزل لي نزل لي حبه. الله يرضى عليك، اكون لك من الشاكرين اذا نزلتها. احترمت نفسك كلب. ما نزل اي شيء. شفت مره مقطع مليني في سكرو؟ اي اي هو اصلا دائما كل الناس اللي يتكلموا يقولوا انه مليني اصلا كان مفروض تكون في سكرو ولا حاجه زي كده. مو يعني تكون هي بنفسها بس اللي هو البلاي ستايل حقه وضرباته وكذا. سكرو يلعب ضد مليني. اي اي في مدات بس راعي المد مقفل عليه عشان يكون المحتوى حصري عنده، انت فاهم كيف؟ او يبيعه مثلا لصناع المحتوى. يعني لو جيتكم بكره عملت فيديو انا العب بسكرو ضد مليني اتوقع حيجيب مشاهدات مره عاليه. وزي كذا هذا اللي مسوينه هم. والله هذه صناعه المحتوى صارت تجاره خلاص. اي اكثر واكبر دليل عندكم تويتر. هذه ليش دمها كثير؟ هذه عندها مشاكل غضب كثير يا اخي. القمي صديت؟ اي صديت. ما اعرف ليش ما كمل الكومبو. يلا يلا بس موت هي. فرطي موت خلاص صح؟ بوم ايزي. اوه اقدر اجيب سلاح ريكورد. والله مو بطل سلاح ريكورد كمان صح؟ خلينا نلعب بيه من باب التغيير. الراكونيك 3 سنتينل انا اقول كذا برضو يا نواف. مع اني ودي اتضارب مع ذول الاثنين هنا. احسهم فلوس ببلاش. اتوقع فلوس ببلاش، احسهم يرفعوني اكثر من انهم فلوس ببلاش. انا اجرب اضرب واحد فيهم واقرر على اساسه. ام ام شكرا على الريسبسكرايب. اريجاتوه. هرع هرع. الو 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 جي 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 والله جي جي مره الابد. تيكرز فليمو. خليني اسوي تيكرز فليم. طيب تيكرز فليمو. الله على الكومبو الثنائي. والله تيكرز فليم اخذت كل المانا. ايش بها الكاميرا؟ ايش بها كذا سايره ككيه بزياده؟ ممكن دقيقة بس افتهم. ما حيخلوني هم اثنين كذا. شوف شوف الاعاقات الابدية حقهم. اسمعوا الله معاكم. لا ما معاهم لوريتا بالله. الله يرضى عليك ها، لا تفكرنا. كله حياخذ نصيبه. لا لا انا اقول مو لازم. يقول لك من البراعة ان تعرف متى لا تقاتل ولا حاجة زي كذا. ما اعرف ما لي في الامثلة. استوقع فهمتوني. ايش الطاولات دي اللي فوقنا؟ غريبة. سندد هذا مجنون، هذا بيعمله مريض نفسي. لو بشوفه بطعنه. مرة كذا مجنون مجنون.
I see the foul tarnished. I see you برضو. أحب قتاله هذا. كيف اسمه؟ أسرع. أسرع من القديم. أسرع من القديم. بس برضو هنقتله. Easy. مو مفروض أهيل مع كل ضربة ولا شيء زي كده. والله مرة سريع. مرة سريع كمان، مو بس مرة سريع. أي. أي. تستن تاني. على قد سرعته بس يتستن بسرعة. كله أشحن له R2 هنا. انقز. طاق. ثانية. خيلو يقتلني. هو مستحيل دحين مع البف اللي عندي. ثم حنضرب. مسكين. مسكين. استنى. مسكين. قطعنا له الكومبو حقه المسكين. هات هات لوت يلا. رينجو في ستامينا. كم ليجاسي دنجن توقع بالإضافة؟ 50. قلت لكم 4 بساس. 5 ماركت. 6 موك. يتضار معهم. 20 كروكوبل نايت. يجيك كروكوبل نايت ماسك سبير دحين بدل ما هو ماسك سورد وكذا، يجيك واحد بسبير مثلا. يجيك دراكونيك تري سنتينل بس حق رادان مو حق المدينة الذهبية، وهكذا. والله حسه كده حيكون سرطان البوس هنا كده، يكون زاد جرعة السرطان اللي في البوس. مشكلة التكرار يا أخي. عالم مفتوح، عالم مفتوح، الله يرضى عليكم. شوف أنجح لعبة عالم مفتوح قبل دي سكارم. شوفوا كيف العبوها، جربوا، شوفوا التكرار على أصوله. لو تبغى تشوف التكرار الحقيقي لما تقول تكرار كده تقول الحمد لله، الحمد لله على نعمة، النعمة اللي احنا فيها في إلدن رينج مقارنة بسكايرم. ما عندي مانا. ايه اقدر اصد ضربه سريزي. شكرا الفالو مستر اكس. القم غبي. الارتو والله نظام الصد هذا حيخليه ايزي اكثر بكثير. لسه بيضرب، لسه بيضرب. شفت نفسي باورو ذن افضل بف. ما بستخدم بفات صدق. باورو ذن ياخذ من تبيك في دارك سول زون صح. شراود شكرا على الفولو. او ماي جاد شراود بنفسه عمل لي فولو. ليتس جو. ضرب. خلاص خلاص كريم. خلاص 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 قتلني. ابكي كده دمعه دمعه تنزل دمعه. ليه يا اخي؟ يا اخي انا اليوم اليوم سموني وديع اختناق. خلاص هذا اسمي اليوم حرفيا. انا ما قد استخدمت سبلات بصراحه في دارك سول زون تصدقوا. شكلي بقتل هذا وانقلع خلاص اليوم مره كذا. خربان اليوم، ماني شايف شيء، عيوني بدات تغبش. واو صراحه في دونات هنا جنبي شكلها مره طعم كمان ابغى اكله. اي لايك فود. فري مراوغه معاه برضو يكون شيء طيب مرات. يلا يلا بس ابي استمنى دحين. اعطي ضربه بس واحده قانونيه، اعطي ضربه واحده ثانيه قانونيه. مشكله يضرب ورا بعض هو كمان. استخدم كهربا. قلع يا اخي والله مره حلو، مره حلو. يبغى له ميزاتي يضيف ال اسلوب اللعب هذا. ناسف. لا اوه الحمد لله حطيت البف. صديتها. اوه طلق النار مرتين. يلا يلا بس حلو R2 هنا. شوفوا اختناق، شوفوا ما اقول لكم في اختناق، يعني في اختناق. اه كويس شحن كهرباء. ايزي. انت مو انت وانت جوعان والله حرفيا مره جعان مره.
أغط بوس هذا واللي قبل ملكيت حرفيا اللي قبل ملكيت كري يقتل كونشوت كري مقاطعك حريق يسعد قلبك يا مستر إكس. والله يا أخي مرة أشكركم على كل شيء والله ما أعرف أقول لكم صراحة أنا خلاص كذا اكتفيت اليوم ما أعرفش باليوم طاقتي منخفضة مرة. في لعبة صينية تلعب فيها بملك ووكونغ أيوه حتنزل في شهر 7 في شهر 9 تنزل فأنصحكم حتى أنتوا يعني نزلوا المود ترى مرة بسيط أنك تلعبوا مو لازم تغير شيء في ملفات اللعبة. عندما صمم ميازاكي بيد أوف كايوس كان والله كان شام خرية والله مرة صدقني ولا شيء من الحاجات اللي ببالك مرة كده شام خرية كبيرة. هي. أتمنى أنكم استمتعتوا بالبث لا تنسوا تعملون لايك وشير وسبسكرايب قنواتنا في اليوتيوب اللي يحتاج مني أي شيء يعرفون يلاقيني. أتمنى لكم يوم سعيد وأحب أقول لكم مع السلامة.